نحن اكيد بلاد 100% لبنانيه، كل البرودكتس اللي بنعملهم هنيك سيف، ما فيهم كيميكلز، ما فيهم كولرينز، ما بيأثروا توكسيكلي على الشعر او على الجسم. نعمل اشياء يوزنج اورجانيك اويلز، اسنشال اويلز اللي هن كثير مهمين للشعر للجسم. من هون طلعت الفكره، بلشنا بالسيف برودكتس، هلا صرنا 80 برودكت. هلا عن جد انتم بتشتغلوا البرودكتس، مين بيعمل برودكتس؟ نحن. مين بيشتغل سيلز؟ Lebanese power, Lebanese woman power.